هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في يوم الهيئة السنوي. خلونا نرحب جميعا بانضمام قطاع الفضاء. فوق التوقعات كان أداءكم، وفوق التوقعات جاء نجاحكم. أنا لازلت أقول لكم مصدوم، منبهر وفخور أني جزء من هذا الفريق العظيم اللي حقق هذه الإنجازات. فحجم الثناء والشكر لتميزنا. جميع القطاعات اللي شغالة في regulation considering this، فمعناته we are in the right track. فشكراً للجميع على هذا الإنجاز. نعمل كلنا تحت قبعة وهات CST. وعدنا نسج هذه الإنجازات بطريقة سهلة قابلة للقراءة، قابلة للقياس، ونجني ثمارها هذا اليوم. راح يصير في تركيز أيضاً على موضوع تمكين التقنيات الفضائية في المستقبل، إن شاء الله بالتنسيق مع الزملاء في قطاع الفضاء. فأشكركم من أعماق قلبي على هذه الإنجازات وهذه عينة بسيطة لجهدكم. My target with our team and hopefully with your help is for this year. We want to start to build the ecosystem. نتطلع إلى إنجازات أكبر وأسمى على المستوى الوطني. شكرا لكم جزيلا. سبقني عملت في جهات كثيرة، ما قد اشتغلت في جهة تحط مستهدف وتتجاوزه. وأعتقد كل هذه الأرقام، من يعني يعرف خبايا وأسرار مكاتب المسؤولين يعرف أن هذه كلها أرقام جبارة خلفها قطاعات متميزة وموظفين. بودي أشكر الزملاء القانونيين أو الفريق القانوني اللي نسميهم القوة الصامتة، المبدعين في كل جانب. الصدق مشهد مهيب أني أوقف أمام قادة وأمام رياديين، أنا أسميها هيئة الاتصالات لريادة التميز والإبداع. فأنا ممتن لهذا الفريق، أنا ولا شيء بدونهم، أتعلم منهم كل يوم، وأنا جدا ممتن لهم. شكرا لكم. فخور بالعمل معكم. شكرا لكم جميعا.